I'm today in Karbala. في مدينة كربلاء المقدسة وتشرفت بزيارة هذه المدينة وتمكنت من زيارة الضريحين الشريفين العتبة الحسينية وكذلك العتبة العباسية وسررت في هذه الزيارة بلقاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي وكانت لدينا نقاشات جيدة مع هذين الشخصين الكريمين تمنيت فيها الصحة والعمر الطويل لسماحة السيد السيستاني وكذلك ضمن نقاشاتنا تحدثنا عن أهمية توحد الشعب العراقي بعد الأزمات الطويلة التي مر بها وكذلك تحدثنا عن الانتخابات والاقتصاد والأزمة الاقتصادية في العراق. زار العتبة العباسية المقدسة هذا اليوم سعادة السفير الأوروبي في العراق وقد التقى بسماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي وقد طرح سعادة السفير قضايا ونقل رؤية الاتحاد الأوروبي في قضية الانتخابات القادمة في العراق ذلك رأي الاتحاد الأوروبي في قضية الإصلاح الاقتصادي وأمور وقضية التعاون الاقتصادي ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة العراق. الأوروبي بعد سنين من الحروب والنزاعات بين الدول الأوروبية آخر شيء اقتنعوا إنه الحروب بتوحد موافقة بين الطرفين.